السلام عليكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقوله بالله التوفيق. موضوع حلقتنا النهاردة حبيت إن أنا أوجهه للسادة الزملاء المحامين المنضمين إلى جدول المحاماة تحت التمرين أو الجدول العام. حبيت أوجه سلسلة حلقات موجهة لزملائي المحامين الجدد تحت عنوان كيف تكون محامي ناجح؟ إزاي تبقى محامي ناجح؟ في خطوات بسيطة هنتناولها على 3 أو 4 حلقات حتى لا أطيل على حضراتكم. أولاً بوهنيك على الانضمام إلى مهنة الدفاع عن الحقوق، مهنة الدفاع عن المظلومين، مهنة رد الحق إلى أهله، وأسأل الله أن يوفقك وأن يكتب لك الخير والتوفيق. النصيحة الأولى في بداية عملك، أول حاجة تعملها على طول مجرد أن أنت تتخرج، سجل في جدول المحامين. مجرد ان حضرتك تتخرج من كلية الحقوق واخترت مهنة المحاماة، سجل في جدول المحامين، واول حاجة هتعملها استحضر النية في بداية عملك بالمحاماة ان تقطع الظلم عن المظلومين وان ترد الحق الى اهله. النية كده من جواك ان انت تكون داخل المحاماة ده لله، ان انت بترد الحق لاهله، وان انت ترفع الظلم عن المظلومين، وان انت تنفع الاسلام والمسلمين وتنفع وطنك. دي أول نية تعملها وانت داخل تسجل في مهنة المحاماة. وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل وفي نهايته: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. يبقى أنت وانت ماشي تدافع عن مظلوم، ربنا سبحانه وتعالى استحضر هذه النية وتؤجر عليها بإذن الله، بالإضافة إلى أنه عملك وباب رزق حلال طيب مبارك فيه بإذن الله. دي النصيحة الأولى، دايما تستحضر النية في عملك أن أنت بترفع ظلم عن المظلومين. النصيحة الثانية، احذر أن تكون معول لأهل الشر. دايما وانت بتاخد القضية وجاي لحضرتك، لو عرفت أن صاحبها ده هو ظالم، ده مبدئي، لو عرفت ان صاحبها ده ظالم او مغتصب لحق اخيه او ليس له حق، حاول ان انت ترده عن الحق، ترده الى الحق عفوا، وتفهمه الحق ازاي. ولا تدافع ابدا عن ظالم، ولا تدافع ابدا عن ظالم. وتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى: ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. انت في الحياة الدنيا هتدفع عن الظالم وتاخد فلوس قد كده، هتعمل بها ايه؟ نهايتك فين؟ انت جدلت عنه ودفعت عنه في الحياة الدنيا، هتيجي يوم القيامة انت تدفع عنه تاني؟ مش هتقدر طبعا، لان هو كل نفس بما كسبت رهينة. فانا بنصحك ان انت وانت في بداية طريقك عاهد ربنا سبحانه وتعالى ان انت تدفع الظلم عن المظلومين فقط، وان ترد الحق الى اهله، وتقف جانب المظلوم فقط، وما تاخدش اي قضية انت مش متأكد ان صاحبها له حق. النصيحة الثالثة بعد ما استحضرت النية، النية الأولى أن أنت بتدفع ظلم، والنية الثانية أن أنت ما تدافعش عن ظالم، النصيحة الثالثة اختيار المكتب اللي حضرتك هتروح تتدرب فيه. عايزك حضرتك وانت بتختار المكتب اللي انت بتتدرب فيه، تختار مكتب محامي يكون لديه من القضايا والتوكيلات عدد كبير، ويكون مكتب متنوع، يكون عنده شرعي وجنائي ومدني، حتى تكتسب خبرات في اقل وقت ممكن. تمام؟ ليه؟ كلما زادت عدد القضايا اللي حضرتك في المكتب اللي حضرتك بتتدرب فيه زادت الخبره، وفي وقت قصير تقدر تزود خبرتك. يبقى النصيحه الثالثه اختيار المكتب، اختار مكتب مليء بالقضايا حتى تكتسب خبره في فتره وجيزه. النصيحه الرابعه، المكتب اللي حضرتك اخترته ده هو، الاستاذ اللي بصاحب المكتب ده هو، شفت كنت بتعامل أستاذك في الابتدائي إزاي؟ عايزك تعامل هذا الأستاذ بمثل ما كنت تعامل به مدرسك في المرحلة الابتدائية، بمعنى أن أنت تلازمه في حركاته وفي سكناته في مكتبه في المحكمة، تشوف إزاي بيعامل الموظف، تشوف إزاي بيعامل القاضي، كيف يترافع، كيف يكتب المذكرة في المكتب، إزاي بيجيب الكتب ويطلع، إزاي بيجيب المعلومة. أنا عايزك تلازم الأستاذ اللي أنت عنده السنتين اللي بتتدرب فيهم عشان تطلع مسؤول الخبرات فعلا، أن أنت تلازم الأستاذ في كل حركاته وفي كل تصرفاته
حتى ليه؟ لأنه في الغالب شخصيتك المهنية هتكون من الأستاذ اللي أول مكتب حضرتك اتدربت فيه، فدايما تلازم الأستاذ ودايما تحاول تكتسب خبرة منه وتشوف بيعمل إيه وتتعلم، تشوف بيعمل إيه وتتعلم، اسأله حاجة مش عارفها يا أستاذ دي ليه؟ حاجة يعني مستشكلة عليك يا أستاذ عايز أتعلم. الأستاذ لما يلاقيك عايز تتعلم هيديك هو قبل ما تسأل، وإذا سألت فهو يكون أفضل. النصيحة الخامسة، بعض الزملاء يجي يخش المهنة يلاقي قبله زملاء للأسف يقول له إيه؟ اللي أنت خدته أستاذ في الكلية دي كوم، واللي جاي كوم تاني، انسى الكتب اللي عندك في الكلية. لا لا لا، النصيحة دي غلط، لا تستمع للي يقول لك انسى الكتب، لا طبعًا، الكتب دايمًا مطلوب منك الاطلاع، دايمًا مطلوب منك الاطلاع. مستقبلك المهني في المهنة ده إيه؟ يموت إذا ركنت الكتاب، مستقبلك المهني يموت إذا ركنت الكتب، مستقبلك المهني يضيع لو ما اطلعتش يوميًا على حاجة جديدة وأضفت لنفسك أنت معلومة جديدة. يقول لك اللي خدته في الكلية، لا طبعًا، أنا خدت إجراءات جنائية وخدت تنفيذ جبري وخدت مرافعات وخدت مدني وخدت جنائي، كل ده أنساه إزاي يعني؟ لا، اطلاعك لازم يزيد، كتب الكلية مهمة، وتزود عليها كتب خارجية جديد أو من على الإنترنت تبحث، يبقى دايما تكون دائم البحث. في حاجات طبعا ما خدتهاش في الكلية في الإجراءات العملية دي بتتعلمها في المحكمة، لكن اللي يقول لك اللي خدته انساه، لا قول له آسف، اللي خدته هضيف عليه لأن إيه؟ أنا عايز أزود خبراتي. النصيحة اللي بعد كده أو الستة، دايما المحامي تحت التدريب يقول لك يا أستاذ الدكتور، في دكتور عظام وفي دكتور بطنه وفي دكتور قلب، انا عايز اتخصص زي الدكاتره دي وابقى متخصص في مجال معين. هقول لحضرتك الدكاتره دي خدوا 6 سنين طب وسنه امتياز، اشتغلوا فيها كل حاجه، اعتبر ان السنتين التدريب بتوعك دول هي سنه الامتياز بتاعه الطب، اشتغل كل حاجه، اشتغل شرعي، اشتغل جنائي، اشتغل مدني، اشتغل كل حاجه من المجالات، ما تروحش مكتب فيه تخصص واحد بس. يعني ما تقولش المكتب بتاع الاستاذ فلان الفلاني ده شرعي بس هروح اشتغل عنده عشان الشرعي سهل، او الاستاذ ده جنائي بس عشان الصيت والسمعه. لا، انا عايزك تشتغل كل حاجه، وبعد كده اشتغل في مجال واحد بعد ما تكون خبرتك اتثقلت بجميع المجالات، اتثقلت بجميع الخبرات، عشان انت لسه في البدايه. بعد كده لما تكبر وتبقى استاذ، يجي حد يسالك في المدني معلومتك حاضره، يجي حد يسالك في الجنائي حتى لو انت ما بتشتغلش جنائي معلومتك تكون حاضره من المكتب اللي حضرتك اشتغلت فيه ومن الدراسه والتعمق اللي حضرتك اشتغلت عليهم. النصيحة السابعة، ودي أهم نصيحة في مهنة المحاماة، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. استحضر دائما اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طالما تركت باب المحاماة بإيدك كده ودخلت برجليك، يبقى عليك بالصبر في كل شيء، لأن مهنة المحاماة في بداية عملها دخل ضعيف أو يكاد يكون معدوم. فالشباب طبعا يقول طب أنا هتجوز إزاي وهعمل إزاي وهعمل إزاي؟ باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يأتيك من فضله ويغنيك من فضله. طبعا هي مهنه محتاجه صبر، مهنه محتاجه برضك لا اخفي عليك ان يكون يعني انت بالك طويل، يكون يعني عندك استعداد تبذل سنه واثنين وثلاثه واربعه وتستعين بالله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيديك من فضله، بس بعد الصبر. لو ما صبرتش في المهنه دي مش هتبقى محامي، سواء تصبر على الموكل، تصبر على العمل في المحاماة والتعلم، تصبر على القاضي، تصبر على الموظف، تصبر في شتى مجالات المحاماة. النصيحة التامنة، احرص على ألا تتكبر عن السؤال. اوعى تقول مثلا أنا عرفت خلاص أنا عارف المعلومة دي، لا، دايما اسأل. اسأل الأستاذ اللي حضرتك شغال معاه، ما توصلتش لمعلومة كاملة عن طريقه، اسأل أستاذ تاني وتالت ورابع، دور في الكتب، دور على النت، ابحث بحث شامل كامل وما تستكبرش عشان ما تمشيش الدعوة بتاعتك بشكل خاطئ. دايما اسأل مرة واثنين وثلاثة عشان تمشي بشكل صحيح. السؤال في مهنة المحاماة، اجد اقعد في اوضة المحامين الاقي محامي عنده 60 سنة بيسأل محامي عنده 30 سنة اشتغل دعوة معينة، يقول له عملت فيها ايه، ويطلع الورقة وقلم والنوتة بتاعته ويكتب هو اتعلم ايه من المحامي الصغير. مش عيب ان انت تسأل، العيب ان انت ما تسألش. النصيحة التاسعة، مهنة المحاماة اهي قايمة على التعاون المشترك ما بين الزملاء بعضهم البعض. ممكن يكون زميلك عنده جلسة في اسم أول وزميلك التاني عنده جلسة في اسم تاني والتالت في المركز مثلا عندنا هنا في المنصورة، يقول لك يا أستاذ ممكن تاخد دي تحضرها لي ويديك نوت التوزيع، خدها منه. ده التعاون المشترك ما بين الزملاء المحامين، مطلوب جدا جدا في مهنة المحاماة. احرص على التعاون المشترك سواء حضور جلسات أو عمل إداري بينك وبين زملائك، خاصة أنت لسه في بداية حياتك وبتحتاج الزملاء. النصيحة العاشرة وآخر نصيحة هوجهها لك النهاردة في الفيديو دي عشان ما أطولش عليك، المستند اللي يسلم إليك حافظ عليه،
شفت بطاقتك الشخصية بتحافظ عليها ازاي؟ شفت عقد بيت ابوك او بيتك بتحافظ عليه ازاي؟ حافظ على التوكيل، حافظ على العقد اللي بيتقدم لك عشان تعمل عليه دعوة، حافظ على كل مستند قصقصة قد كده ورقة الموكل سلمها لك، تحافظ عليها ولا تثق في احد ان هو يحملها مكانك. يعني لو انت داخل المسجد، داخل تصلي في المحكمة، رايح الحمام اعزكم الله، دايما تحافظ على حاجتك وحاجتك تكون معاك، لان راينا كتير من المشاكل من المحامين الجدد ان هو ضيع وصل امانة، محامي ضيع عقد بيت، محامي ضيع توكيل. فانا بقول لك حافظ على ما يسلم اليك من المستندات. بشوف انا المحامي شايل كم مستندات الملفات كده على ايده وماشي بيها في المحكمه، المنظر طبعا ده طبعا بيزعلني. دايما المحامي يشتل شنطه او يشتل دوسيه مقفول لانه يحافظ على مستندات ايصالات الامانه بتاع الناس وتوكيلات الناس. يعني دي اهم شيء في مهنه المحاماه، ان انت تكون محافظ على امانتك للمستندات.